مرحبا، انا هارون الرياحي. اليوم ساحدثكم عن روايه الكتب التي التهمت والدي لافونسو كروش. افونسو كروش هو روائي ورسام برتغالي ترجم كتاب للعربيه سعيد بن عبد الواحد ونشرتها دار المسكين. اسرد النوفيلا روايه الياس بونفين الذي كان والده مولعا بالكتب. كان مولعا بالكتب لدرجة أنه كان يحضر الكتب إلى عمله في مصلحة الضرائب لكي يطرد الملل عن ذهنه. كان يقرأ الكتب خلصا بدون أن يعلم مديره. في أحد الأيام عندما كان يقرأ كتاب جزيرة دكتور مورو انفرط التركيز والانغماس في القصة، تهمته الكتب. وفي عيد ميلاده 12 قرر جدته أن تهديه مفتاح العلية التي كان والده يقضي فيها ساعات طوال لكي تبدأ مغامرته في البحث عن والده بين ثنايا الكتب. أهمية هذا الكتاب وأنا يجعلك تطلع على الكثير من الأعمال الأدبية العالمية الأخرى مثل فهرنهايت 451 وجزيرة الدكتور مورو والجريمة والعقاب ودكتور جاك على مسرهات. من حسن حظي أن جميع هذه الأعمال موجودة في المكتبة. وبما أننا نتحدث الآن عن المكتبة فسأقرأ لكم مقطع من الرواية يتحدث عن المكتبة. إن المكتبة متاهة، وهذه ليست أول مرة أتوه في واحدة من المكتبات، فأنا وأبي نشترك في هذا الأمر وأظن أن هذا هو ما وقع له. لقد تهى وسط الحروف والعناوين، أضع وسط الحكايات التي كانت تسكن رأسه، ذلك لا نتشكل من الحكايات وليس من الجينات ورموزها ولا حتى من اللحم والجلد والعضلات والمخ. نعم، نحن نتشكل من الحكايات، وأنا على يقين أن أبي قد تاه في ذلك العالم وليس بوسع أي أحد الآن أن يوقفه عن القراءة. الكتب التي التهمت والدي كتاب شيق ومفيد يمكن أن يقرأه الناشئ كما يمكن أن يقرأه الكهل. وقد قال أفونسو كروش أصلا أنه قد كتب هذه الكتب للناشئ أي من 10 سنوات إلى 15 سنة، فلتفاوت قراءته للاستمتاع به. وإلى لقاء أصدقاء في حلقة أخرى مع كتاب آخر.